بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل عليه. أهلا بكم أحبائي متتبعين في هذا الفيديو الجديد، ومرحبا بكم في قناتكم نجوم الويب. اليوم سوف أتطرق معكم إلى كيفية إضافة حسابك البنكي بايونير مع الباي بال ليتم تفعيله كليا، رغم أن البنك الخاص بالبايونير فهو محظور في الباي بال، محظور يعني إضافته في حسابك على الباي بال، لكن سوف أريك الطريقة التي جربتها وأنفعتني وأضفت حسابين، حساب لي وحساب لصديقي. وقبل أن أبدأ لكم في هذا الفيديو، أحببت أن أدعوكم إخواني للاشتراك في القناة عبر الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو المكتوب عليه اشتراك أبوني أو سبسكرايب، فقط قم بالضغط عليه أخي في الله وفعل زر الجرس لكي تتوصل بكافة حلقاتنا القادمة بإذن الله. كما ترون إخواني في الله، هذا هو حسابي في الباي بال، وكما ترون أمامكم فهذه البطاقة، بطاقة البايونير التي قمت بإضافتها إلى حسابي في الباي بال، وسوف أترك لكم رابط الفيديو لكيف تضيف بطاقتك على البايونير في الباي بال. سوف أترك لكم هذا الفيديو الذي قمت بشرحه سابقا أسفل هذا الفيديو. وكما ترون هنا في الأعلى في البنك أكاونت، سوف ترون حسابي في الحساب البنكي في بايونير مربوط بحسابي في الباي بال، وأتمكن من سحب الأرباح الموجودة في الباي بال أو في الرصيد المتوفر لدي في الحساب، فأستطيع سحبه من الباي بال إلى حسابي في البنك على بايونير، وأستطيع استعمال هذا الرصيد المحول إلى البنك بايونير باستعمال البطاقة، يعني أن الرصيد سوف يذهب إلى البنك، ومن البنك سوف يتم شحنه في البطاقة، ومن ثم تستطيع استعمال البطاقة في الشراء من الأنترنت وغيرها من الاستعمالات. ولكن السؤال هو كيف استطعت أن أضيف هذا الحساب البنكي مع الباي بال رغم حظره؟ وكما ترون إخواني في الله، سوف أدخل هنا في السيتينجز أو الإعدادات لكي ترون أن البلد الخاص بي الجزائر. انظروا إخواني، في الناشيناليتي هنا ألجيريا، أن الحساب هو حساب جزائري، ورغم ذلك استطعت إضافة حسابي البنكي. سوف أريكم الآن الطريقة. كأول خطوة تقومون بها إخواني في الله لكي تتم هذه العملية بنجاح، أولا سوف تقوم بالدخول إلى بايونير. سوف تقوم بإدخال الإيميل والباسورد الخاص بك لكي تقوم بالدخول على إلى حسابك، ثم تقوم بالضغط على دخول أو ساين إن لكي نأخذ من الحساب بعض المعلومات اللازمة إخواني في الله. كل المعلومات التي سوف نحتاج إليها هي رقم التتبع الخاص بالحساب ورقم الحساب. أين أجد هذه الأرقام؟ سوف تقوم بالدخول إلى Global Payment Service، خدمة الدفع العالمية، هذه هنا إخواني في الله. تقومون بالضغط على هذا الخيار، ثم ستظهر معك هذه المعلومات إخواني في الله: البنك نيم والروتينج ABA والأكاونت نمبر والأكاونت تايب والبنفسري نيم. كل ما نحتاج إليه نحن هو الروتينج ABA والأكاونت نمبر إخواني في الله. سوف تقوم بنسخ هاتين الأرقام، وكخطوة ثانية تقوم بتحميل الرسالة التي سوف أتركها لكم رابطها أسفل هذا الفيديو. هذه هي الرسالة إخواني في الله التي سوف تقومون بتحميلها وملء الخيارات. هنا في البنك روتينج نمبر ABA سوف تقوم بنسخ هذا الرقم أخي في الله، هذا كما ترون هذا الرقم هنا. وفي الأكاونت نمبر سوف تقوم بوضع هذا الرقم الأكاونت نمبر، هذا إخواني في الله. في الأكاونت تايب أو نوع الحساب سوف تتركها checking. في البنفيسري نيم سوف تقوم بكتابة اسمك الكامل الموجود على الباي بال إخواني في الله، وكذلك الموجود على حسابك في البايونير. بعد أن تقوم بملء هذه البيانات سوف ننتقل إلى الخطوة الثانية. الآن إخواني في الله، بعد
إكمال ملء البيانات قم بنسخ تلك الرسالة. هكذا إخواني في الله، قم بنسخها وتوجه إلى حسابك في الباي بال، وقم بالضغط على خيار الاتصال بالدعم Contact Us، سوف تقوم بالضغط عليها لتظهر معك الثلاث خيارات الخاصة بالاتصال بدعم المستخدم، إما عن طريق الاتصال بهم أو الـ Ask the Community أو الإيميل أس. نحن سوف نختار الخيار الثالث إيميل أس. ماذا سوف تختار؟ هنا في الإيميل أس سوف تقوم باختيار Bank Accounts and Credit Card، وفي الخيار الثاني سوف تقوم بالضغط على Confirm a Bank Account. هذه الخيارات يا إخواني في الله ضرورية، Bank Accounts and Credit في الأولى، وفي الثانية Confirm a Bank Account، ثم تقوم بلصق تلك الرسالة. هكذا إخواني في الله، وتحقق جيدا من المعلومات التي قمت بلصقها، ثم تقوم بالضغط على Send Email، وسوف ترسل الرسالة الخاصة بك إلى دعم الباي بال، وبعد يوم سوف يقومون بالإجابة على سؤالك كالآتي. سوف أدخل إلى الرسالة التي أرسلتها والتي استطعت أن أضيف من خلالها حسابي البنكي. هذه هي الرسالة إخواني في الله التي سوف تستقبلها في حسابك أو على بريدك الإلكتروني من دعم الباي بال، وسوف أقوم بشرحها لكم إخواني في الله. فبعد أن تقوم أخي بإرسال تلك الرسالة التي هي عبارة عن طلب لإضافة حسابك البنكي مع حسابك في الباي بال، فسوف يقوم فريق الدعم الخاص بباي بال بإرسال لك رسالة كالتي هي أمامك الآن، فليس بها أي فرق. ويجب عليك أن تقوم بالدخول إلى حسابك عدة مرات بعد إرسال هذه الرسالة، لأن المساعد الذي قام بإرسال لك هذه الرسالة قام بإضافة بعض التعديلات على حسابك لكي تستطيع إضافة حسابك البنكي. فماذا يقولون؟ I made an adjustment on your account that would allow your bank account to be added. يعني أنه قام بإضافة بعض التعديلات على حسابك لكي يصبح يقبل الحساب البنكي، فقال لك Please have your bank linked to your account within ساعات. يعني أنه بعد استقبالك لهذه الرسالة فسوف تقوم بإضافة حسابك البنكي قبل 4 ساعات من تلقيك لهذه الرسالة عفوا. يعني أنك بمجرد تلقيك لهذه الرسالة قم بالدخول إلى حسابك في الباي بال وإدخال رقم التتبع ورقم الحساب، وسوف تقوم بإضافة حسابك البنكي بشكل عادي. كل ما عليك فعله هو التركيز على استقبال الرسالة قبل فوات الـ4 ساعات. فبعد تلقيك لهذه الرسالة أخي في الله، ومن أجل إضافة حسابك البنكي قم بالدخول إلى حسابك ثم بالضغط على Wallet ثم Link a Bank Account، ثم تقوم باختيار هذا الخيار Checking، ثم تقوم بوضع الروتينج نمبر والأكاونت نمبر والضغط على Agree and Audit، ومبروك عليك. سوف يقوم بإضافة حسابك البنكي مع الباي بال، وسوف يقوم الباي بال بشحن بعض الرصيد في حسابك للتحقق منه. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم. كان معكم أخوكم نبيل، أستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله. وقبل أن تغادروا هذا الفيديو إخواني في الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة عبر الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكافة جديدنا.